اسمي لوكا فاتشيو، أنا مصور وأعيش في فيينا. تمكنت من السفر إلى كوريا الشمالية 7 مرات خلال عام 2005، والتقطت صوراً للسكان في هذا البلد وتعرفت إلى نظرتهم للعالم. خلال تلك الرحلات شاهدت أكثر مما يسمح لي بمشاهدته. أي صحفي يزور هذا البلد يخضع لمراقبة المرافقين على مدار الساعة. أنا أعرف مرافقي منذ بضع سنوات، وهنا ألتقط صوراً لهم. إنهم يتفقدون ما تصور ومع من تتحدث وعن ماذا. أنا أرى صوراً قديمة معهودة، ولكنني أرى صوراً جديدة مرة بعد أخرى. لاحظت أن هناك بضع أفكار جديدة للكثيرين ممن يكبلهم الفكر الجمعي السائد هنا في إطار نظام جمعي متناقض. كان علي أيضاً الخضوع له. الذهاب إلى تمثالي القائدين العظيمين هو أول فعالية في برنامج الزيارات الإلزامي. أنا متعود على ذلك. إنهما جزء من معلم مانسوداي الضخم الذي يخلد ذكرى نضال كوريا الشمالية ضد الاستعمار الياباني. العاصمة بيونغيانغ مسكن لأكثر من 3 ملايين شخص، ولطبقة متوسطة أصبحت أقل اعتمادا اقتصاديا على الدولة. طبقة وسطى يمكن على المدى الطويل أن تصبح مشكلة للنظام. حصل حوالي 2 مليون هاتف خلوي منذ عام 2008 على ترخيص، تتم مراقبة حاليا بواحد منها. إنهم يستخدمونها للاتصالات أيضا، ولكن للاتصالات المحلية فقط ولأشخاص محددين مثلي مراقبي. إنها المرة الأولى التي يسمح لي فيها بالتنقل بسيارة أجرة، وطبعا فقط بمعية مرافقي. سنذهب إلى المتجر الذي وجدت فيه منتجات غربية. أنا أرى أن الناس هنا أنيقون جدا. توجد هنا ألعاب الحظ، كما نجد أجواء المقاهي المميزة لفيينا. بالطبع أنا الضيف الوحيد، وفوجئت بأن التلفزيون الحكومي يعرض شخصيات دعائية غربية. وخلال زيارة سمح لفرقة روك سلوفينية لايباخ المثيرة للجدل بالغناء، وهي أول فرقة غربية تغني هنا. ما زالت الأحلام بتوحيد الكوريتين الشمالية والجنوبية حية، لكنها تضمحل باستمرار نتيجة الأعمال الاستفزازية الجديدة والتلميحات العدائية اليومية على ما يسمى أخطر الحدود في العالم. حاولت أن أعرف كيف هم الكوريون الشماليون، لأنه وفق رأيي لا بد من وجود أشخاص طبيعيين خلف هذا النظام. المظاهر خادعة. أنا لست في متجر تذكارات تقليدي، أنا في بان مونجونغ، المنطقة منزوعة السلاح. لا يوجد نقص في القهوة ولا الابتسامات ولا خراطيش الرصاص. كافي بليز. كافي. هذا هو الطريق السريع من بيونغيانغ إلى سول. إنه خط السكك الحديدية الذي بقي مقطوعاً لأكثر من 50 عاماً. لدينا هنا مخطوطات لكيم إل سونغ. لقد زار القائد العظيم كيم جونغ إل المكان 4 مرات. اجتزت المنطقة منزوعة السلاح مع مرافقي الذين يبلغ عددهم 3. الأجواء غير لطيفة ومليئة بالتوتر والجافة. في اليوم الذي سبق زيارتي كان هناك تبادل لإطلاق النار، واليوم هناك تمرينات عسكرية. رائحة البارود والحرب تفوح في المكان. أخبرني أحد المرافقين أن جيش بلاده سيحميني عند اللزوم. هذا لا يريحني. تمتد المنطقة عبر شبه الجزيرة بأكملها على امتداد خط العرض 38. في هذا المكان قسم الحلفاء البلد على نحو عشوائي بعد الحرب العالمية الثانية. يبلغ طول المنطقة الحدودية 248 كيلومترا والعرض 4 كيلومترات، وهي تعد الحدود الأكثر خطورة في العالم. التقيت هنا بقائد عسكري أنا أعرفه منذ 10 سنوات، وغالباً ما نشرب شنابس معاً بعد لقائنا. من الواضح لي أن هناك شخصاً داخل الزي وشخصاً آخر وراءه. في هذا المكان جرى الاتفاق على الهدنة وعلى نهاية الحرب. بالنسبة إليك التقاط صوري هو الأمر الأهم، لست في حاجة إلى أي شرح.
اصطحبني العقيد من ثكنة إلى أخرى. من المهم دائما ذكر عدد المرات التي زار فيها القادة الكبار الموقع. كان علي أن يخبرني بهذا، لكن من الواضح أيضا أنه مهتم بشيء آخر. ما الذي تكتبه النمسا عن الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية؟ هذا هو الموقع الأهم فيما يتعلق بالهدنة. بعد يومين من اكتمال هذا المبنى في 27 من يوليو تموز عام 1953 تم الاتفاق على الهدنة وتوقيعها هنا. وفي يوم توقيعها أراد الأمريكيون نقل المبنى شمالا، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك لأن الصحفيين شاهدوا ذلك ومنعوا حدوثه. وفي الثالث من مارس آذار من عام 2012 قال القائد الأعلى كيم جونغ أون خلال زيارة له: إذا كانت هناك حرب أخرى مع الأمريكيين فلن نوقع هدنة، سندمر الأمريكيين إلى أن يرضخوا. الأمريكيون الأشرار الذين ينقلون المباني تبدو وكأنها قصة خيالية. تبدو الطريقة العادية التي يتحدث بها عن الحرب كطريقة حديث الإيطاليين عن كرة القدم. تستمر رحلتي. نحن في طريقنا إلى المبنى الأزرق الشهير الذي جرى فيه اللقاء بين وفدين من كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية. إنه يقع بالضبط على الحدود بين الدولتين التي رسمها الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية الثانية. لابد من القول إنك بذلت جهدا كبيرا في التصوير. ها هي ذا الأكواخ الزرقاء بداية مأساة الشعب الكوري في وسط الحدود المنيعة. يقال إن جدار برلين كان سياج حديقة مقارنة بها. على بعد بضعة أمتار من هنا تقع كوريا الجنوبية، وكل من يريد العبور يطلق عليه النار. سمعت أن بعض الأجانب لطفاء معنا، لكنهم يجنون المال بحكاياتنا بعد عودتهم إلى بلادهم. عرفت لاحقا أن المترجم قدم لي ترجمة مختلفة، ربما لحفظ ماء الوجه أو ربما عمدا، لا أعرف. الأسئلة الحساسة خطيرة هنا. هناك 13 صحيفة في كوريا الشمالية، ولكن هناك رأي واحد فقط. بعد عودتي إلى بيونغيانغ أريد أن أعرف ما الذي يفكر فيه الناس بشأن إعادة توحيد الكوريتين. لقد سمح لي بالتحدث عن هذا الموضوع مع طالبة شابة. أريد أن أخبرهم عن إعادة توحيدنا. على كل الكوريين أن يحاولوا إعادة توحيد البلاد. النشاط الإجباري الثاني على القائمة هو زيارة مسقط رأس كيم إيل سونغ. إنه مؤسس الدولة ويمثل المنزل الذي ولد فيه محجاً إجبارياً لكل من يزور البلاد. كان والده ووالدته وكل أفراد عائلته يحاربون اليابانيين، وفي هذه البيئة ولد الرئيس كيم إيل سونغ. ومنذ نعومة أظفاره تشرب الوطنية والتعليم الثوري من والديه، لذا فإن قائدنا العظيم كيم إيل سونغ محبوب في كل أرجاء البلاد ومن كل الكوريين، وليس من كل الشابات والشباب فقط. الجميع يحبون القائد العظيم، لكن هل هذا حقيقي؟ من الصعب تحديد ما هو حقيقي وما هو مزيف هنا. هو
تباع نفس الأزهار هنا عدة مرات في اليوم. بعد وضعها يجمعها مجدداً مراقب يقف في الخلف، ومن ثم يعاد تدويرها. تبجيل أبدي للرئيس الأبدي. المحطات التالية هي تمثال تأسيس الحزب. إنه مصنوع من الجرانيت بارتفاع 50 مترا، ويجسد رموز الشيوعية، المطرقة والمنجل، بالإضافة إلى ريشة رسم ترمز إلى الثقافة الفكرية. الجداريات تعبر بالمناسبة عن كفاح العمال ضد التهديد الإمبريالي. هنا في كنيسة الثالوث واجهتني مفاجأة، فعندما اعتقلت إحدى أعضاء الفرقة الروسية بوسي رايوت، وثقت نشاطاً فنياً في كنيسة أرثوذكسية روسية في فيينا، وتعرضت لاستجواب من جانب المخابرات. هنا في هذه الكنيسة الروسية الأرثوذكسية في كوريا الشمالية، اغتنمت فرصة الحديث عن الموضوع للتحدث بطريقة غير مباشرة عن حقوق الإنسان. بحسب منظمة أوبن دورز غير الحكومية، تحتل كوريا الشمالية المرتبة الأخيرة في التصنيف العالمي لاضطهاد المسيحيين. غنت فرقة بوسي رايوت ورقصت بالبيكيني في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو لتعترض على نظام بوتين خلال حملته الانتخابية في روسيا. أعتقد أن الفرقة أهانت القديسة مريم. لا أريد أن أتخيل ما قد يحدث هنا إذا صدرت إهانة لكيم المقدس. بالنسبة إلى كاهن كوريا الشمالي، يعرف الرجل رأيي جيدا. لابد أن المعلومات تأتي إلى هنا من مكان ما. إذا سألت مباشرة عن حقوق الإنسان، فسيعد هذا على الفور استفزازا، وقد يجعل إقامة أصعب بكثير. على أي حال، الناس ينكرون ما لا يريدون التحدث عنه. معسكرات اعتقال، حملات تطهير، إعدامات، لا شيء من هذا القبيل موجود هنا. رسمياً، هذه جنة على الأرض. يتعلم الكوريون الشماليون منذ الطفولة الخضوع لفكر الدولة والتضحية بوجودهم الفردي من أجل الجماعة، حتى إنهم يحثون الأطفال الصغار على فضح الكبار الذين يعبرون عن عدم رضاهم عن القائد والحزب. أريد أن أعرف كيف وأين يبدأ غسيل الأدمغة. حاولت العثور على إجابات في إحدى المدارس، مدرسة فيها أكثر من 1000 طالب، لكن خلال زيارتي كانت الممرات خاوية. اصطحبتني المديرة عبر الغرف. كان كل شيء يبدو جديدا ونظيفا، لكن المدارس التي أعرفها تبدو مختلفة. هذا مختبر الاستنساخ، هذا مجهر، وعلى الشاشة يمكنك رؤية خلية مكبرة 1500 مرة. هذه هي العمليات التقنية لاستنساخ الحيوانات. تخبرني أن كيم جونغ إل أعلن أن تقنية النانو والتقنية الحيوية ستكون أهم العلوم في كوريا الشمالية. يبدو ذلك. ولكي لا أرى سوى فصول دراسية فارغة، اصطحبتني المديرة إلى صف يتلقى حصة في الرياضيات. يبدو أن كل شيء يسير وفق خطة أعدت من قبل. لا أعرف ما إذا كان الطلاب هنا يتلقون درساً بالفعل. عندما بدأت التصوير، استخدم الطلاب آلاتهم الحاسبة كالمجانين، لكن حساباتهم لا تبدو منطقية. أعتقد أن الطلاب يتظاهرون بذلك فقط. وفي كل مكان بالطبع صور القادة العظام في كل فصول المدرسة.
عندما سألت أحد الطلاب عما إن كان يعرف عن اسم الرجل الذي اكتشف أمريكا وكريستوفر كولومبوس، ران صمت في البداية، ثم طلبت مني المديرة مغادرة الغرفة لأنني أزعج مسار الدرس. لكن كانت هناك مفاجأة أخرى في انتظاري خلال هذه الزيارة، فقد دعيت إلى لعب كرة القدم مع 30 صبياً. لم أشهد شيئاً كهذا في كوريا الشمالية من قبل. إنها لحظة عظيمة بالنسبة إلي. أنا أرتدي قميص جنوة. لم يكونوا مهتمين. أعتقد أن الطلاب لعبوا على نحو سيء عمداً لكي أبدو أفضل. الملعب كبير. إنه يبدو كاستاد. بسبب عقوبات الأمم المتحدة الأخيرة، وجدت كوريا الشمالية نفسها مضطرة إلى الاكتفاء الذاتي. لا يمكن تصدير مواد خام أو منتجات إليها. الوضع الاقتصادي الحالي يعزز الآمال في أن تتخلى كوريا الشمالية عما قريب عن سياستها النووية العنيدة. سمح لي بزيارة مصنع للنسيج. لقد جئت إلى هنا 4 مرات من قبل، لكن المدير جديد هذه المرة. تفضل، دعنا ندخل ونلقي نظرة. عرضوا لي مصنع نسيج مثالياً. العمال وأغلبهم هنا من النساء هم فخر البلاد. رسمياً يجني الفرد هنا حوالي 5 يوروهات في اليوم، ومن المرجح أن تكون أجورهم الفعلية أقل بكثير. يمكن للناس هنا العيش من خلال قسائم الطعام التي تقدمها لهم الحكومة. سوء التغذية شائع في كوريا الشمالية، بحيث أصبح الناس أقل طولاً عن ذي قبل. لا بد من القول إن المصنع نظيف بشكل لافت، والعاملات يضحكن ويتمازحن. من الواضح أن البلد في حاجة إلى إصلاحات اقتصادية. انخفضت الصادرات إلى الصين بمقدار النصف، كما أن البلد يفقد أجزاء كبيرة من المساحات الزراعية كل عام نتيجة الكوارث البيئية كالجفاف والفيضان، ما يجعله عاجزاً أمام التغير المناخي كما هي حال العديد من الدول الفقيرة. وبسبب العقوبات الجديدة أصبحت كوريا الشمالية أكثر عزلة. أنا سعيد للسماح لي بتصوير بعض النساء، هذا ليس أمراً بديهياً. المراقبون المرافقون لي مسؤولون عن سلوكي المهذب، وإذا لم ألتزم بقواعد محددة فقد أعرضهم لوضع صعب أيضاً. منذ بضع سنوات بدأ ازدياد أعداد المركبات الخاصة يغير وجه المدينة. هذا يدل على أن شيئاً ما يحدث في العاصمة وفي الاقتصاد الخاص على الأقل. شيدت مبان جديدة، وشكل المدينة يذكرني دائماً بالأحياء المالية في المدن الآسيوية الشهيرة. لكن في الواقع هذه المباني مخصصة لكبار موظفي الحزب. كنت
كنت محظوظا بما يكفي لكي أزور مجددا بعد بضع سنوات واحدة من هذه الشقق الخاصة. في المصعد يمكن من جديد رؤية مظاهر المراقبة. هناك أشخاص يوثقون الأماكن التي يذهب الناس إليها داخل المبنى ومتى. من الصعب تخيل وجود نظام كهذا. الشقة التي رأيتها ليست عادية، إنها نوع من المحج الإجباري للصحفيين الغربيين. ومرارا وتكرارا يذكر لي أن كيم جونغ أون زار الشقة بنفسه، لكن هل يعيش أحد هنا حقا؟ لا توجد رائحة لأي شيء، وكل شيء مرتب بدقة وكأنها في كتالوج. يصعب علي تصديق هذا. أشعر وكأنني في فيلم من إخراج القائد الجبار كيم جونغ أون. في الرابع من سبتمبر أيلول ذهبنا إلى العمل، وفجأة جاء شخص بسيارة. كانوا يبحثون عني، أخبروني أن القائد الأعلى يريد زيارة. لم أكن أتوقع الزيارة، ولقد أسعدني ذلك بالطبع. يبدو لي وكأن كيم جونغ أون لا يعدم الناس فحسب، بل وينتهك حرماتهم أيضاً. لم يكن واضحاً لي ما الذي يأتي بديكتاتور إلى شقة شخص ما، لكن كل شيء هنا مختلف. بالرغم من أن معظم الكوريين الشماليين لا يملكون المال لشراء شيء لإضافته إلى حصصهم الغذائية، هناك متاجر تبيع منتجات غربية. لا تفتح هذه المتاجر أبوابها دائما، وأحيانا تكون رفوفها فارغة، لكنها دليل على أن هناك طبقة وسطى تنمو في بيونغ يانغ تطالب بالانفتاح، أو على الأقل ببعض السلع الفاخرة. كما ذكرت سابقاً، يجني العامل رسمياً حوالي 5 يورو في اليوم. لا يمكنك شراء الكثير بهذا المبلغ من المتجر. من يتسوقون هنا هم من الطبقة المتوسطة العليا. كلما أمضيت وقتا أطول هنا تأكدت أكثر من أن النساء هن من سيحدثن التغيير الثقافي في البلاد. من الواضح أن ثيابهن لم تعد تؤكد الالتزام بالنهج الدعائي للنظام. تبدو نساء غربيات. الرغبة في السلع الفاخرة وصلت إلى بيونغ يانغ أيضا، أو على الأقل إلى الموسرين. تهتف النساء اللواتي يؤدين عرضا عسكريا امامي بالقول عاش نصر سونغون. سونغون تعني الجيش اولا، وهو اسم ايديولوجيه الدوله الذي يمنح دفاع كوريا الشماليه اولويه قصوى، بحيث يمكنها مقاومه التهديد الامبريالي للولايات المتحده واليابان. الخدمه العسكريه اجباريه في كوريا الشماليه، وهي تستمر 10 سنوات. زار القائد المحبوب المكان 6 مرات، وكان الجنرال المبجل هنا 4 مرات، وزاره القائد الحالي 2 مرات. من كان هنا وكم مرة؟ يتم إبلاغك باستمرار بهذا في كوريا الشمالية. هنا أزور مزرعة خضر حكومية. تعيش 423 عائلة هنا. بنيت منازل جديدة لتوسيع الجمعية الزراعية. آمل أن يسمح لي بالتحدث إلى العمال هنا،
وعدوني باصطحابي إلى إحدى المنشآت، لكنني لا أرى سوى بعض الناس في مكان يفترض أن يكون مسكناً لأربعمائة وثلاث وعشرين عائلة. على منصة صغيرة تبدو كمنصة مراقبة، سمح لي بتصوير العمال من مسافة آمنة. لم يكن هذا ما أريده، لكن من جديد هذه هي كوريا الشمالية. الاستسلام ليس من طباعي، لذا كنت مصراً على السماح لي بمقابلة العمال. لا أريد فقط أن أرى ما يفترض أن أراه. أنا هنا لأنني أريد أن أعرف الشعب الكوري الشمالي على نحو أفضل، ولتحقيق ذلك علي أن ألتقي بهم. وفي النهاية أقنعت المراقبين المرافقين لي بذلك، وبعد أن أجروا عدة اتصالات هاتفية تم تجميع مجموعة على عجل اصطحبتني إلى الصوبات الزراعية. وللعلم لا يوجد في كوريا الشمالية شيء غير منظم بطريقة دقيقة. لا أعتقد أن كلمة ارتجال موجودة أصلاً في لغة كوريا الشمالية. بالمناسبة الكتابة باللون الأحمر على المبنى تقول خضر لسكان العاصمة. بغض النظر عن كل الدعاية أو ما أسميه بغسيل الأدمغة، يتمكن الكوريون دائماً من مفاجأة بطريقة إيجابية. من المهم دائماً التركيز على التفاصيل خلال هذه اللقاءات مع الناس، بالرغم من أنها مدبرة من قبل ومصطنعة دائماً. لمثل هذه اللقاءات تأثير على الناس هنا، وأعتقد أنها الطريقة الوحيدة لفصل الناس عن دعاية النظام. تشهد بيونغ يانغ العاصمة التي يقطن فيها أكثر من 3 ملايين شخص ازدهاراً عمرانياً. ناطحات السحاب تشق السماء في كل مكان وتكسو أفق المدينة. إن نظرنا عن قرب يمكننا رؤية أن العلامات التجارية الكورية الجنوبية مغطاة، وكما قلت عليك أن تنتبه إلى التفاصيل. أنا أتساءل عن مصدر المال الذي حصلت عليه كوريا الشمالية فجأة لمثل هذه المشاريع الإنشائية الضخمة. لقد تعرض حوالي 80% من بيونغ يانغ للدمار في الحرب الكورية، وعلى مدار 3 سنوات أسقطت الولايات المتحدة حوالي 30 طناً من قنابل النيبالم على مدن وبلدات عدة. لكن كوريا الشمالية كانت أقوى اقتصاديا من كوريا الجنوبية حتى السبعينيات من القرن الماضي، وذلك بفضل دعم الاتحاد السوفيتي. إلا أن عزلة كوريا الشمالية ازدادت لاحقا باضطراب. ليس من الممكن كل يوم تصوير حفل موسيقي من أجل العمال في شوارع بيونغ يانغ. في السنوات الأخيرة حاولت مرارا التقاط مثل هذه الصور دون جدوى. يعود هذا التسجيل إلى عام 2013 عندما سمح لي بتصوير هذا المشهد اليومي في كوريا الشمالية خلال نزهة على الأقدام. أحرزت نجاحاً يتمثل في السماح لي بركوب سيارة أجرة للمرة الأولى. ولكي يحدث هذا كان على مرافقي أن يتصل بوزارة الخارجية. لست وحدي بالطبع، هناك مرافقان، واحد عن يساري والآخر عن يميني. أنا سائح، لذا أدفع 3 أضعاف السعر بالطبع، لكن هذا يحدث في روما ونيويورك أيضاً.
لاحظت شيئا جديدا قد يبدو غير مهم، لكن هذه الصورة الصغيرة لطائرة تابعة للخطوط الجوية الكورية الشمالية عبارة عن إعلان، وهي مفاجأة في دولة لا تعرض سوى صور للقائد المؤله. هذا أمر جديد وربما أول محاولة لطيفة لفتح البلد على العالم المعولم. اصطحبني سائق سيارة الأجرة الذي فقد إبهامه الأيسر إلى مكان لن تتوقعوه. إنه واحد من أشهر الأماكن الترفيهية في بيونغ يانغ، حلبة الجليد التي تسمى حلبة جليد الشعب. في عام 2007 كانت واحدة من حلبات مسابقة هوكي الجليد العالمية للنساء. لعب الفريق النمساوي هنا في بيونغ يانغ. تحظى الألعاب في كوريا الشمالية بحضور جماهيري كبير، ومن المؤكد أن السبب لا يعود إلى وجود العديد من المشجعين هنا. يلتقي أفراد الطبقة الوسطى في بيونغ يانغ للتزلج على الجليد وتناول المثلجات والجعة عصر يوم الأحد. لسوء الحظ لم أحصل على شراب مارتيني، لكن يوجد هنا تنس طاولة ويسمح للعدو وهو أنا في هذه الحالة باللعب والفوز، وهذا وضع استثنائي. لا تشهد مدينة بيونغ يانغ تغيرا عمرانيا فحسب، لقد اكتشف الشباب هواية التزلج ويمكن رؤيتهم دائما في الساحات التي تسير عليها عادة الدبابات أو كانت تسير عليها. أريفيديرتشي، لا أعرف ما إذا كانت الإيطالية تدرس هنا، لكنها بداية. وبالحديث عن أريفيديرتشي، لطالما كان مهرجان أري رانغ مذهلا بالنسبة إلي كما كان بالتأكيد لكل من رآه. لقد سمي على اسم أغنية فولكلورية كورية قديمة، وتحاول أن تعرض تاريخ كوريا الشمالية بطريقة ملحمية باستخدام الرقصات والحركات الجماعية. ويشارك في رقصة كهذه أكثر من 100,000 شخص، ما يجعلها أكبر رقصة مناسبات من نوعها. وبغض النظر عن جنون الدعاية، الرقصات شيء مذهل جداً. لا يقام مهرجان أري رانغ بانتظام، إنه يقام في الربيع والخريف عادة، لكنه أحيانا لا يقام على الإطلاق. قيل لي إن كل من يشارك يحصل على مكافأة، تلفاز أو ثلاجة. يهدف هذا الحدث الجماعي إلى توجيه الناس للالتزام بالأهداف السياسية للنظام من خلال لغة هذه الصور الواضحة. حضرت مهرجان أري رانغ 4 مرات، لكنني لاحظت شيئا غريبا هذه المرة. ترك الناس الملعب فجأة فيما حاول المشرفون منعهم. كان هناك حضور عسكري ضخم حول المسرح، ولهذا لم أتمكن من التصوير لفترة طويلة. يريد المراقبون أن أركز على العرض. هل كان هذا شكلا من المقاومة؟ ربما هناك أناس بالفعل في كوريا الشمالية لا يريدون تقبل فرد ثالث من سلالة عائلة كيم قائدا لهم. حدث شيء آخر تاريخي خلال زيارة الأخيرة. كانت فرقة الروك السلوفينية المثيرة للجدل لايباخ أول فرقة غربية تقدم حفلاً في بيونغ يانغ.
أعتقد أن ما يثبته حفلنا هنا في بيونغ يانغ هو أن الطرفين يرغبان في العمل على تحقيق شيء صعب جدا. بذل الطرفان أقصى جهد لهما سعيا إلى تحقيق هذا المشروع، وهذا ما أسميه تبادلا ثقافيا فعليا. عندما يجتمع الطرفان ويضحيان بشيء من أجل نتيجة مشتركة. بعد ميكي ماوس وصلت إذن الموسيقى الغربية أيضا إلى كوريا الشمالية. ترجمت الكلمات أيضا للكورية كما نرى في الأعلى. أعتقد أن حفل لايباخ الذي شاهدتموه لم يكن ليقام لولا مشاريع التبادل الثقافي الكبرى الثلاثة أو الأربعة التي سبقت. الموسيقى لغة من دون كلمات، ومن الممكن فهمها بطرق متعددة، وهذا هو سحر الموسيقى. ليس عليك أن تملك دليل إرشاد لتفهم الموسيقى. شعرت للمرة الأولى أنني فهمت الكلمات عندما غنت المطربة مينا قائلة: لن يغير شيء عالمي، وذلك أمام 1500 شخص من جمهور بيونغ يانغ. كانت تلك لحظة سحرية بالنسبة إلي. غير شيء عالمي هي الجملة المثالية لدولة أبقت كل أنواع الموسيقى الغربية محظورة على شعبها. من المعتاد أن ينتهي المطاف بمن يعثر في حوزتهم على أفلام أو أقراص مدمجة من كوريا الجنوبية في معسكرات الاعتقال. حتى الآن يمكن سماع الموسيقى الغربية فقط في حانات غناء الكاريوكي القليلة المخصصة للأجانب. هل ستدخل فرقة لايباخ التاريخ كما حدث مع برو سبرينغستين في ألمانيا الشرقية؟ سنرى. من وجهة نظري شعب كوريا الشمالية مرح ومتفائل، على الأقل هذا ما أظهره من التقيت بهم. أعتقد أن الكوريين الشماليين يعلمون أنه من المحال دوام الحال. إنه شعب يريد بالطبع العيش في سلام، إلا أن الأخطاء التي ارتكبت خلال الحرب الباردة أجبرتهم على العيش في حالة حرب دائمة. من جانبي لا يسعني إلا أن أكرر باستمرار أنني أشعر بالارتياح بين الكوريين الشماليين. لقد تمكنت من تكوين صداقات. وقد علمتني رحلاتي إلى هذا البلد في السنوات الأخيرة أن الأحكام المطلقة والتعميم لا يفيدان شيئاً، لا في أوروبا ولا في كوريا الشمالية، البلد الذي ما زلت لا أعرف عنه سوى القليل.